هنكمل درس العدسات الدوليه في المحاضره بتاعنا ان شاء الله باذن الله تعالى مع تفهيم او خواص الصور المتكونه بواسطه العدسه المحدده والعدسه المقعره. الحصه اللي فاتت اشتغلنا بتفصيل العدسات وخدنا النوعين بتوعهم اللي هي العدسه المحدده والعدسه المقعره والفرق بينهم وازاي الرسمه بتاعت العدسه دي جت والرسمه بتاعت العدسه دي جت عندي. وبعد كده خدنا المفاهيم الاساسيه والمفاهيم الرئيسيه الخاصه بالعدسات. وبعد كده دخلنا على مسار الاشعه اللي خلانا نقدر نكون الصوره عندي. تعالوا كده نجيب صفحه بيضاء ونبدا نتعامل زي ما اشتغلنا في المرايا نشتغل هنا بالظبط. احنا قلنا ان حسب مكان الجسم بتتكون ايه الصوره عندي. فاول حاجه قال لك الجسم على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري. يعني الجسم على بعد اكبر من مين؟ نمسك دي اكبر من الميم عندي. ادي العدسه دي وادي الباب وادي الميم والناحيه الثانيه الباب وادي الميم والجسم الجسم عندي يا اولاد موجود ورا الميم اهوت يعني على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري. قلنا هنصف اول شعاع عندي الشعاع دوت بيوازي المحور الاصلي فيقوم الشعاع دوت يحصل له عمليه انكسار ويمر عندي الشعاع دوت البؤري. بعد كده الشعاع الثاني بيعدي في المركز البصري للعدسه ويحصل تقاطع في نقطه النقطه ديت ارسم بس كلمه الرسمه دي معلش ادي الباب الشعاع اهوت وادي التقاطع بيجي ويحصل عندي منطقه التقاطع هنا في النقطه اللي ما بين الباب والميم اللي بتكون عندي الصوره. وتبقى مواصفات الصوره في الحاله دي حقيقيه عشان نشات من تلات الاشعه نفسها والصوره حقيقيه دايما بتبقى مقلوبه وهنا في الوضع دوت بتبقى مصغره والصوره عندي بتقع بين الباب والميم. يبقى مين يقول لك وضح برسم التخطيطي صفات الصوره المتكونه للجسم؟ الجسم دوت موجود على مسافه تعادل ضعف اكبر من ضعف البعد البؤري يعني اكبر من الميم عندي برسم له الرسمه بالمنظر دوت وتطلع لي عندي الصوره حقيقيه مكتوبه مصغره تقع بين الباب والميم عندي. يبدا الجسم يمشي. لاحظوا معايا ان نفس صفات الصوره ونفس الجسم كان هناك في المرايه المقعره هي في العدسه المحدده بس الرسم عندي اختلف. الجسم هيمشي شويه لغايه لما يجي يقف عند المحطه الثانيه اللي هو عند الميم. هنا اصبح الجسم عند الميم. ادي العدسه وادي المحور بتاعه ادي الباب وادي الميم وادي الباب وادي الميم عندي. ادي الجسم موجود قدام اهو بسط الشعاع موازي يوم الشعاع دوت ينكسر مرة الدور عندي الشعاع الثاني بمراره من المركز البصري يمر يحصل تقاطع وتتكون ليا الصوره عند الميم برضه وهناك نفس القصه موجوده عندي. وتبقى صفات الصوره حقيقيه مقلوبه المراضي تبقى مساويه للجسم وموجوده عند الميم عندي. اول رسمتين تخيل كده نفس الموضع بنفس صفات الصوره كانت هناك هي في المرايه والعدسات بس مع اختلاف الرسمه. كان هناك المرايه بتعمل عمليه انعكاس لكن هنا العدسه بتكسر وتتكون الناحيه الثانيه عندي. طيب كان ورا الميم وبدا يجي عند الميم دلوقتي هيبدا يمشي يجي من الباء وبين الميم عندي. ثلاثه الجسم جسم عندي هيقع بين الباب وبين الميم. ادي العدسه موجوده قدامي. ادي الباب وادي الميم والجسم هما بينهم. وادي الباب وادي الميم ونبدا نكون اول شعاع بسطح الشعاع دوت موازي. يوم الشعاع دوت ينكسر مرة من الدور عندي. الشعاع الثاني بعديه يمر من المركز البصري. يوم يحصل التقاطع في النقطة الموجودة ورا الميم وتتكون عند الصورة. يا ريت يا جماعة في الدرس ما ننساش الأسهم، الأسهم دي مهمة جدا 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 عندي. حقيقية مقلوبة الصورة عندي مكبرة. طب الصورة مكانها فين؟ قال لي تقع على بعد أكبر من الميم عندي. لاحظ معايا إن الحالة واحد عكس الحالة ثلاثة. لما كان الجسم عندي موجود ورا الميم كانت الصورة بين الباء والميم. لما كان الجسم بين الباب والميم الصورة عدت ورا الميم.
هنا كان الجسم اكبر من الصوره، هنا الصوره اكبر من الجسم. الحاجتين دول عكس بعض بالظبط في الرسمه وفي الصفات وفي مكان الجسم وفي موضع الصوره الموجوده عنده. طيب بدا الجسم يمشي بعد المحطه الاولانيه كان ورا الميم، عند الميم بين الباء والميم بدا يجي يوصل للباء عنده. فهنا رقم اربعه قال الجسم عند الباء، يعني الجسم موجود على ضعف يساوي البعد المهري بتاعه بالظبط. ادي العدسه دي. وادي الباب وادي الميم، الناحيه الثانيه الباب وادي الميم عندي، والجسم موجود قدامي. خلاص كده الشعاع موازي، يقوم الشعاع ينكسر ويمر بالبقع عندي. والشعاع اللي بعد كده قال لي هينزل، نظبط بس الرسمه. وادي الشعاع الثاني اهو. هلاحظ ان الشعاعين دول ما حصلش بينهم اي تقاطع نهائي. الشعاعين دول اهو امتدوا وصلوا للتوازي عندي. طيب لما نجيب الامتدادات بتاعت الاشعه نفسها، امتداد الشعاع ده وامتداد الشعاع ده برضه مش هيحصل عندي تكون امتدادات الاشعه الموجوده قدامي دي. يبقى في الحاله دي بقوله هنا لا تتكون صوره للجسم. ليه يا عم مش هتتكون صوره للجسم؟ هو صوره الجسم هتتكون عندي في الملا نهايه؟ اقول والله لان الاشعه تسقط متوازيه وموازية في الملا النهائي. يبقى تخيل معايا كده ان انت لما جيت عملت شعاع موازي انكسر مره بالبوره وشعاع عدى بمركز المركز البصري بتاعها، ما حصلش تقاطع بين الاثنين. قلنا يبقى في الحاله دي هستبعد الصوره الحقيقيه. لما جيت اخدنا امتداد الاشعه نفسها عندي ايضا ما حصلش بينهم تقاطع، انت استبعدت برضه الصوره التقريبيه. في الحاله دي الجسم اللي هيبقى عند الباب لا يمكن تتكون له صوره خالص. ليه؟ لان الاشعه نفسها سقطت متوازيه وموازيه في الملا النهائي، سواء كانت الاشعه او حتى امتدادات الاشعه. اربع رسومات يا جماعه موجودين قدام اهوت، الجسم ورا الميم، الجسم عند الميم، الجسم في الباب والميم، والجسم عند الباب. يتفضل لك رسمه واحده بس نجيبها مع بعض اهي، خاصه بالعدسه دي. الجسم في مسار الحركه بتاعته كان ورا الميم، جه عند الميم، بين الباء والميم، ووصل للباء، هيبدا يقدم الجسم ويجي قدام الباب. يبقى الرسمه الاخيره عندك رقم خمسه، الجسم على بعد اقل من باء عنده. ادي الرسمه اهي. ادي الباء وادي الميم، وادي الباء وادي الميم عنده، والجسم جاي هنا. هسقط شعاع موازي، يوم الشعاع ده هيحصل له عمليه انكسار ويمر بالبوره اللي هي موجوده عندي اهيت، والشعاع الثاني هيعدي من المركز البصري بتاع العدسه الموجود قدامي، هلاقي ان الشعاعين دول مش هيحصل لهم اي تقاطع. لكن لو انت جيت مديت امتداد الشعاع دوت وخدت امتداد الشعاع المائي اللي موجود قدامي دوت، يحصل عندي التقاطع في نقطه. النقطه دي بتبدا تكون لي الصوره. الصوره هنا بقى في الحاله دي اتكونت من تلاقي امتداد الاشعه نفسها. فتبقى الصوره مواصفاتها تأميريه معتدله ومكبره. تأميريه معتدله عندك ومكبره. تأميريه ليه؟ عشان نشأت من ثلاثه امتدادات الاشعه الموجوده امامي. الصوره تأميريه لازم ترسمها سهم والخط بتاعه يبقى مقطع عندك. هنا الصوره بتقع في نفس جهه الجسم عندي. لاحظ كده لو رجعنا السهم ورا هتلاقي ان كل الصور اللي اتشكلت عندك كانت الجسم في ناحيه الصوره في ناحيه ثانيه عندي خالص. في الاربع حالات اللي احنا رسمناهم دول، اسف، الثلاث حالات الاولانيين اللي احنا رسمناهم دول عندي، لان الحاله رقم في الصوره عندي. لكن لما جيت الحاله ديت لقيت ان الصوره بتاعت الجسم جت ورا الجسم في نفس المكان بتاعه وراه عندي. ليه؟ عشان الصوره دي صوره تدريجيه نشات من ثلاثه امتدادات الاشعه المنكسره الموجوده قدامي. يبقى الجسم على بعد اقل من الباب بتبقى اسمها الصوره تدريجيه معتدله ومكبره. ادي الخمس حالات بتوع العدسه المحدبه يا جماعه المفروض مطالبين بيها. رسمي يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك بين برسم تخطيط صفات الصور المتكونه للجسم موضوع على امام عدسه محدبه موضوع على بعد، ويديك اي بعد من ابعاد الخمسه الموجوده قدامك. بتخش بعد كده عندي على العدسه المقعره. العدسه المقعره هناك عامله زي بالظبط زي البرايه المحدبه، احنا قلنا مهما اختلف موضع الجسم كان صفات الصوره المتكونه له ما دام موجود قدام برايه محدبه كانت تقديريه معتدله ومصغره. هنا نفس القصه بتبقى برضه مهما اختلف موضع الجسم بتبقى تقديريه معتدله ومصغره عنه. بس الفرق الوحيد ان هناك ما كانش في رسمه مطلوب بيها، لا
لكن انت هنا ليك رسمه مغلط بيها. ادي العكس المقعره اهي. وادي الجسم باء وميم وباء وميم عامه. بمنتهى البساطه كده هقدر اقول لك تختار اي موضع يعجبك. حط لي الجسم ورا الميم عند الميم بين الباء والميم عند الباء قدام الباء اي موضع يعجبك عندي، ولكن هحط الجسم عندي هنا. ادي الجسم اهو. هتسقط الشعاع الموازي. المفروض ان الشعاع بينكسر وبيتجمع في البؤره بس ده في حاله العدسه المحدبه. انما في حاله العدسه المقعره دي عدسه مفرغه مش لامه مش مجمعه. فبتشتت الشعاع تلقائي للمنظر دوت عندي. تبعته بتشتت الاشعه. الشعاع الثاني اللي هو يعدي للمركز البصري يعدي ما بيوصلوش اي حاجه، في الحاله دي الاشعه نفسها مش تقطع ولا عمرها تتقابل. لكن لو خدت امتداد الشعاع المنكسر ده هو مع الشعاع اللي انت اسقطته من المركز البصري دوت يحصل التقاطع في نقطه وتكون لك عندي الصوره هنا. وتبقى الصوره اللي اتكونت بالمنظر دوت تبقى صوره دايما تربيعيه معتدله ومستقره عندي مهما اختلف موضع الجسم. حط الجسم ورا الميم عند الميم بين الباء والميم في اي موضع من المواضع ديت هتلاقي صوره الصوره الثابته هي تقديريه معتدله مستقره. ست حالات رسومات يا ريت يا جماعه تتدربوا عليهم بكتير جدا 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 في البيت عشان تصدقوني في رسمه منهم في الامتحان. تيجي لك رسمه مراجع، تيجي لك رسمه عدسات، لازم هتلاقي رسمه جايه لك في الامتحان وعلى الشغل. السؤال بتاعنا بين بالرسم تخطيط صفات الصور المتكونه لجسم موجود امام. يا اما يقول لك مرايه مقعره وعندك لها خمس حالات ورا اشتغلناهم، يا اما يقول لك عدسه محدبه عندك منهم خمس حالات، يا اما يقول لك عدسه مقعره عندك حاله واحده. اتمنى ربنا يوصل لنا المعلومه، شكرا.